صباح الخير وصباح الصحة والسلامة لكل أوفياء لإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في أول حلقة خلال هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة. بطبيعة الحال كنتمنى عواشر مبروكة للجميع وإن شاء الله دائما وأنتم بألف ألف خير. اليوم وحنا في سلسلة من الحلقات على الميولات الغذائية للأطفال، اليوم غادي نمشيو الموضوع مهم جدا وعنده علاقة بمجموعة من النقط اللي سبق وكنا تكلمنا عليها. دائما رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي التغذية الصحية والحمية العلاجية، وموضوعنا اليوم على التكنولوجيا وتأثيرها على الميولات الغذائية للأطفال. مرحبا باتصالاتكم وبتواصلكم معنا على 0522-46-72-50-51 أو 52، أو كذلك من خلال الأرقام اللي هي 0522-88-00-60-61 أو 62. صباح الخير أستاذ الحليمي، مرحبا بك معنا. تحية لك أستاذ عفاف وتحية الفريق العمل وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. كنقول المغاربة والمغربيات والإذاعة ديال ميد راديو والأسرة ديال ميد راديو، سنة سعيدة إن شاء الله تكون بالصحة والسلامة، وباش نتمناو إن شاء الله كل المسلمين وكل البشرية إن شاء الله، وتكون سنة أن الإنسان يراجع الأشياء اللي دار في السنة الماضية ويحدد ويرسم الأهداف إن شاء الله ديال السنة المقبلة إن شاء الله. نعم يا ربي إن شاء الله للجميع، وشكرا لك على الأمنيات أستاذ الحليمي. غادي نمشيو على بركة الله اليوم الموضوع ديالنا على التكنولوجيا وتأثيرها على الميولات الغذائية للأطفال. نعم. التكنولوجيا أستاذ الحليمي يوم عن يوم كنكتشفوا أنه التأثير ديالها ماشي فقط غير على السلوكات ديال الإنسان، على التصرفات ديالو، على المحيط ديالو بشكل عام، وإنما التأثير ربما كيتعداه لما هو أبعد، وفي كل يوم يعني ومستقبلا غادي نكتشفوا أشياء اللي هي جديدة اللي هي خاصة بالتأثيرات ديال التكنولوجيا. اليوم ربما الكثير من الناس غادي يستغربوا لما غيسمعوا العنوان ديال الحلقه اللي هو التكنولوجيا وتاثيرها على الميولات الغذائيه للاطفال، كيف استاذ حليمي؟ هو استاذ عفاف صراحه والموضوع بنيناه على الموضوع ديال الاخوان الاخ هشام والاخ العطاري والاخ لمياء اللي هضروا على واحد النقطه رائعه جدا. هي هذا السلوك اللي ولينا كنلاحظوا عند الاطفال ديالنا، وخاصه حنا نعيش هذه الظاهره ديال عاشوراء. وهاد كثرة العرض وهاد الأشياء هذه، والإخوان هضروا على واحد الموضوع رائع جدا، هو هاد الموضوع ديال المفرقعات اللي كتلقى دابا في الشوارع وفي الأشياء هذه. أنا بغيت غير ناخذ أي واحد دقيقة باش هكا نفسر علاش الأطفال ديالنا. أولا مشكورين لأن تاروا لواحد النقطة هي مسألة المراقبة. يعني كاينة مراقبة ولكن كاين تقصير، ما نكروش أنه كاين مراقبة وما نكروش أنه كاين تقصير. وفعلا شاروا لواحد المسألة ديال التربية. أنا غادي نزيد واحد نقطة أخرى، هو علاش الأطفال ديالنا يميلون إلى هاد الطابع العدواني؟ علاش؟ لأن ملي كيشعل التلفزيون ويدير شي قناة كيلقى حروب في واحد المنطقة، ملي كيمشي يلعب في التليفون ديال بابا ولا ديال ماماه كيلقى لعبة تحفزه على العنف، مي كيمشي لذاك البلاي ديالو فين كيلعب كاين اشياء تحفزه على العنف. النوعيه ديال البرامج الاطفال الان التي تعرض، وهذا الشيء هو هو الهدف من هذه الحلقه ان شاء الله باذن الله، باش نهرزوا على التكنولوجيا ونهضروا على الميولات. اذا حنا الطفل بهذه المحفزات الخارجيه ولا عنده سلوك، هنا يجب ان نعترف انه عنده سلوك عدواني. كاين واحد التلوث بكل ما تحمل الكلمه من معنى، تلوث تكنولوجي كيعيشوا فيه هاد الأطفال هادوما. فالمسألة ديال هاد الطفل أنه يأخذ مثلا ما عند الأب دياله مثلا الفلوس ويمشي يشري هاد المفرقعات التي تعرض بلاصه القزبر والمعدنوس، ولينا كنلقاو دابا مفرقعات محطوطه قدام القزبر والمعدنوس، يعني بحال الا انسان كيشري الربيع وكيشري هاد. فاحنا اولا نهضروا على المراقبه، ثانيا نهضروا هاد الشيء منين جا وهاد الشيء كيفاش تحط هنا، ثالثا نهضروا علاش هذا الطفل. دابا كنلقاو الاطفال واحد عنده درهم والاخر عنده درهم، كاين اللي يمشي يشري داك النوع ديال المفرقعات وكاين اللي يخليها عنده. اذا قبل ما نشوفوا حنا داك المفرقعات وجيد اننا نشوفوه، غير نشوفوا هاد السلوك ديال الطفل، شكون اللي صنع لنا هذا الطفل اللي يمشي يقلب على هاد المفرقعات ويمشي وشاروا الاخوان مشكورين، يمشي حدا واحد المطعم والمطعم ربما جالسه فيه مراه حامل، ربما جالس فيه دريري صغير، ربما جالس واحد الدريري جالس مع باباه ولا مع ماماه، واحد الدريري واحد النفسيه اللي هي هشه، ونشد انا داك المفرقعات وبداك الطريقه بداك الرعب، نزرع الرعب انا في الـ في الـ في الـ 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 الاطفال بهذه الطريقه. والغريب استاذ الحليمي اسمح لي، الغريب انه كنلاحظوا الوليدات من بعد ما ديك المفرقعات كيستعملها داك الخوف اللي كيشوف عند ناس اخرين بحال عنده كيعطيه نشوه، كتشوف داك الوليد كيضحك وفرحان.
أكيد أكيد. نعم. وهذه النشوة هذه أستاذ عفاف هي نشوة الدوبامين، ونشوة الدوبامين ما كتجيش غير هكاك. نعم. يعني البناء ديال الشخصية ديال الطفل، الصناعة ديال الشخصية ديال الطفل بهذه الطريقة هذه، فهذا الطفل هذا أكيد أكيد إذا كانت عنده هذه الشخصية وهذه الميولات هذه، فأكيد إحنا أمام واحد العمل جبار اللي خاصنا نديروه ونشتغلوا عليه. داكشي علاش بنينا هذه الحلقة على هذه التكنولوجيات وتأثيرها على السلوك الغذائي، وخاصة نتحدث عن السلوك الغذائي ديال الطفل. فربما الناس أكيد بزاف ديال الناس غادي يشوفوا لاحظوا الدراسات اللي خرجت على قنوات الأطفال وعلاقتها بالتوحد. هذا هو الأساس اللي غنبنيو عليه هذه الحلقة اليوم، هو هاد القنوات اللي كاينه دابا، القنوات ديال الأطفال التي تعرض الآن والتي تبعد الطفل عن الواقع. وأنا أستسمح أغلب هذه القنوات لا تراعي نوعية البث، وغادي نجيو المسائل التقنية فيما يخص هاد الأشياء هادية. فهذا كنلقاو الآباء والأمهات كيحطوا الطفل، وأنا أستاذ عفاف واحد المنظر شفته والله العظيم بالدارجة بقى فيا. علاش؟ شفت الطفل أمام واحد القناة أطفال، قنوات باش نضبطوا قنوات عربية والمغاربة كلهم كيعرفوها، أعطته ماما اللقمة ديال أنه يديرها في أمه. نعم. وكياكل، إذا به كيشوف ذاك القناة وهز اللقمة لفمه، فعاود ما يديها لفمه كما كنقولوا بالدارجة زقل فمه. نعم. فهذا ماذا يوحي؟ يوحي أمام أننا أمام أطفال نوعية روبوتية، نوعية أوتوماتيكية، نوعية آلية. واش حنا غادي نكونوا أطفال اللي عندهم أحاسيس وعندهم عواطف ويحنوا على والديهم ويحنوا على المجتمع؟ نعم. ولا غنكونوا روبوت؟ فهاد الروبوتات اللي كاينه دابا وهاد الاشياء هادي، فهاد الشيء علاش بنينا هاد الو. كاينه قنوات اللي هي انا لا اعمم، ولكن اغلب القنوات اللي الامهات والاسماء ديالها ولات تسمى بها المدارس وتسمى بها رود الاطفال وتسمى هاد الاسماء هادي، فانا لست متفق. علاش؟ لانه تلاعب بنمو ديال الطفل لا ذهنيا ولا عضويا، وخاصه الطفل في المرحلة هذه. نعم. مرحلة ديال التكون ديال الدماغ ديالو. نعم. فالتكنولوجيا كاملة، ملي كنقول انا قناة اطفال كنقول قدر شد التليفون ونتيليشارجي انا فلاشين مثلا يوتيوب ديال هذه القناة، نتيليشارجي هذه الاغنية، نقدر نشد مثلا واحد لوحة الكترونية ونتيليشارجي هذه الاغنية. فماشي ضروري نكون امام التلفاز، حنا امام هذا العرض، هذا النوعية ديال العرض. هذه النوعية ديال التكنولوجيا هي الهاتف مثلا، ولا هذه الانواع ديال لي بلاي ديال الالعاب ديال الاطفال، هذه الاشياء التي تعرض الان للاطفال. فالطفل اكيد كيوصل لواحد الاشياء لا تحمد عقباها، ويجب اننا نهضروا على هذا الطابو هذا. نعم. وهذا ان شاء الله الموضوع ديال اليوم، وغادي نهضروا بالتفصيل تاثير على الدماغ، تاثير على العين، تاثير على السلوكات الغذائيه، وهذا اللي كيهمنا في هذه الحلقه. نعم. اذا كل مستمعي الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا كيف العاده الارقام هي مفتوحه دائما، وراهن اشارتكم 05 22 46 72 50 51 او 52، او 05 22 80 00 60 61 او 62. شاتي لواحد النقطه اللي هي مهمه بزاف استاذ الحليمي، ولي للاسف كيديروها الكثير من الامهات والاباء. الوليد كياكل قدامه طابلات او التلفازه، وكيقول لك الا ما كانش قدامه شي حاجه وكيتفرج ما كيبغيش ياكل. فهنا استاذ الحليمي اشنو كيوقع لهذا الوليد او للبنيته اللي هو في وجبه ديال الاكل خصو ياخذها وقدام عينيه مشغول بحاجه اخرى، اما طابلات اما تليفون اما تلفازه، اشنو كيوقع؟ والجسم ديالو واش كيستافد من هذه الوجبه ولا ما كيستافدش؟ هذا استاذ عفاف كيتسمى الاكل الاوتوماتيكي. نعم. ربما مصطلح جديد على الناس، واصلا مصطلح حداته جديد. انا نقول الاباء والامهات ديروا واحد التجربه، والطفل ديالك كيتفرج في هذه القنوات ديال الاطفال، نادي عليه، انا عيط له. اول حاجه يقدر ما يتكلم لكش المره الاولى، اذا تكلم لك المره الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه غيتكلم لك، عينه ما غيشوفش فيك، غيشوف وباقي في التلفزيون كيشوف. هنا كنقول الناس المالكي ديال هذه القنوات، وانا كنهضر على لا نوروسيونس، العلم ديال الجهاز العصبي. الناس اللي عندهم مالكي هاد القنوات ديال الاطفال، واش عندكم لاناليزور ديال لي فيلم ديال لانيماسيون؟ اش كيدير هاد لاناليزور ديال لي فيلم ديال لانيماسيون؟ باش نحل الناس نحطهم في الصوره، واحد الشخصيه كرتونيه كتبدا بالباء وكتسالي بالنون. الوغ الدات لوسبيتاليزاسيون للمستشفى 618 طفل
بسبب واحد ومضى ديال الرسوم المتحركه المده ديالها 5 ديال الثواني. نعاود، شخصيه كرتونيه معروفه في الرسوم المتحركه دات 618 طفل للمستشفى اوسبيتاليزي بسبب واحد سيكونس صغيره ديال 5 ديال السكون، 5 ديال الثواني. داكشي علاش كاين لا طونسيون كابتي ولا طونسيون ديريجي. لا طونسيون كابتي شنو هي؟ هي لونفيرونمون كي كابتي الانتباه ديال الطفل كيشدو. لا طونسيون الانتباه ديريجي الموجه، الطفل هو كيركز على واحد الحاجه. وشتان بين الاثنين. هاد القنوات ديال الاطفال شنو كدير؟ كتخدم هي لا طونسيون كابتي. الوغ لونفيرونمون هو اللي كيكابتي لنا داك لا طونسيون الانتباه ديال الطفل. الطفل عنده قدره تعبيريه وعنده قدره استقباليه، شنو كيدير الطفل؟ كيولي كينمي غير القدره الاستقباليه. هنا غادي ندخل صلب الموضوع. كيولي الطفل عنده طبيعه استهلاكيه. نعم. لا في الافكار ولا في الايديولوجيات ولا في التغذيه. ولاحظوا ان هذه القنوات بدات بقنوات اطفال وسالات منتوجات غذائيه. هذا هو الهدف. الناس ربما حطوا الصوره امامهم باش نعرفوا، لان التعلم ديال الدماغ كيحتاج بزاف ديال الامور، كيحتاج لا طونسيون كابتي ولا طونسيون ديريجي. ولا طونسيون الانتباه هو القلب ديال الانتيليجونس، القلب ديال الذكاء. مي كنسحبوا القلب ديال الذكاء اللي هو لا طونسيون وتخلي الطفل الانتباه وتخلي الطفل عنده غير القدره الاستقباليه، فكتولي الطفل كيولي الطفل بين قوسين استسمح كيولي بحال عبد. اللي قلت له يديرها شخصيه ضعيفه، شخصيه استهلاكيه، ميولات غذائيه لكل ما هو فاست فود، كل ما هو وجبات سريعه. وهذا هو الطفل اللي كنصنعوه في العصر الحديث بهذه التكنولوجيا. نذكر ان ماشي غير التلفزيون، القنوات الاطفال، هاد لي تابلت اللي كاينين دابا، التليفونات اللي كاينين دابا، غنعطي الامهات باش يديروا الدياغنوستيك عندهم في الدار قبل ما يمشيوا يديروا حتى شي تشخيص. دير 24 ساعه بالضبط، حيد للطفل ديالك التلفازه التليفون والتابلت، وسترون العجب العجب. غادي تشوف الطفل شنو غيوقع له، حاله هستيريه كانه تحت تاثير ديال واحد المخدر. وهذا يسمى بالادمان العصري، ادمان تكنولوجي، ادمان بكل ما تحمل الكلمه من معنى، الدوباج ديال الجانب الالكتروني، وسميتو الدوبامين لانه راجع لهذا النورو ترانسميتور الناقل العصبي، سميتو الدوبامين. كاين بعض الناس غيهضروا على ان بعض الالعاب تنمي الدماغ ديال الطفل، ولكن الا درنا التحليل كنلقاو بعيدين كل البعد على تنميه الطفل بهذه الاشياء هذه. اذا الله يعطيكم الخير. مي كنهضروا علاش درنا هذه الحلقه؟ باش ما يجيو الامهات يقولوا علاش الطفل ما كيفطرليش، علاش الطفل ما كياكلش تفاحه، علاش الطفل كيمشي لي غير الحلويات، علاش الطفل كيمشي لي غير هذا الشيء. فليجب ان نحل المشكله من الاصل، والبحث عن سبب الاسباب او لسبب ديال السبب ديال الاسباب فهو من الحكمه. والله سبحانه وتعالى يتحدث على ان من اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. اذا الله يعطيكم الخير، نكونوا حكماء مع الاطفال ديالنا، ونتعاملوا مع هذا التلوث التكنولوجي بكل عقلانيه، بكل واقعيه. ماشي غنقول لك اليوم نيت تفصل الطفل تماما، فالادمان كذلك بحال الادمان الاخر. الوغ الادمان ما يمكنش نفصل الطفل، نتعامل معه بذكاء، نمشي شويه بشويه. بغينا الطفل يلعب بالجسم ديالو ماشي فقط بالدماغ ديالو. وهذا الشيء كامل حنا الهدف ديالنا هو انه يكون عندنا اطفال اللي عندهم ميولات غذائيه جيده وتكون عندهم صحه جيده، لان هذا هو الهدف ديالنا. نعم. وللاسف فعلا استاذ الحليمي، نادرا لما كنشوفوا دابا وليدات كيلعبوا بالجسم ولا بالجسد ديالهم، ما بقاتش نهائيا. وحتى الاشياء ربما اللي كانت يدويه ما بقيناش كنشوفوها عند الوليدات، العاب اللي هي مثلا كتحتاج شويه الذكاء، ولا مثلا غير ركب شي حاجه باش في الاخير يحصل على واحد الشكل نهائي، ما بقاش هذا الشيء نهائيا. غادي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام وناخذوا في اول مكالمه معنا عبد الاله على الخط من مراكش. اهلا وسهلا بك عبد الاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تنوه بزاف بهذه الاذاعه هذه. شكرا لك. وتنوه بالدكتور ديالنا واستاذ ديالنا الدكتور الحليمي على جميع تنوه به على جميع المستويات. شكرا. خاصه كاين الموضوعيه وكاين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجزيك بخير. عندي سؤال وزير. الله يجزيك بخير. عندي ابن عنده بقع ما يسمى بحبوب في وجهه. ما
انا بالنسبه لي هذوك الحبوب في الحقيقه كي اختي عبد الاله مازال معنا للاسف انقطع مع الاتصال. كنتمنوا ان شاء الله انه عبد الاله يرجع يحالفوا الحظ ويعطينا السؤال ديالو لانه ما عطاناش السن ديال الوليد ديالو. شنو المشكل هاد الحبوب في الوجه يعني فيه بزاف؟ واش الوليد وصل المرحله ديال المراهقه ولا البلوغ؟ واش عنده علاقه بحب الشباب او لا؟ لا فكنتمنوا ان شاء الله عبد الاله ترجع تواصل معنا مره اخرى وحنا في الاستماع لك ان شاء الله ونستقبل المكالمه ديالك. ناخذ خديجه هاد المره من مدينه سطات. مرحبا بك خديجه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. بغيت نسول الدكتور على الابن ديالي. اييه شحال في عمره؟ عامين ونص. واخا. سام دكتور كي داير؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كنشكرك على هذا البرنامج. هذا واجب. ولدي عنده عامين ونص ما تياكلش وديته للطبيب لقى لو بوا ديالو ناقص بزاف ما تزادش. شحال الوزن ديالو عافاك؟ عنده 11 كيلو. ودابا عطاني 3 موا باش قال لي دخلي ليكول باش زعما يولي يشوف الدراري ياكلوا داكشي يولي زعما ياكل بحالو. ودابا نيت دخلته بيت الماترنيتي وافيكتيفمون داكشي اللي قلتها الدكتور يعني الماكله اللي بغيت الا بغيتو ياكل خاصني نشعل لا تيلي باش يلاه ياكل سينو ولفتي يعني بحال اللي خاصني نشدو بالقوه ونعطيه باش يلاه ياكل سينو ما خديجه سمحي لي سولك استاذ الحليمي واش انت من الاول ولفتي هاد العاده باش ياكل خاص التلفازه تكون شاعله؟ لا لا انا من لقيته هو تي بحال من تيشوف شي حاجه تتاثير وتنعطيه هذاك الشيء ولات يعني تستجب للاكل. اما في الاول لا ما كنتش دايره لي هكا. نعم واخا خديجه نجاوب على السؤال ديالك ان شاء الله. شكرا لك. غير خديجه سمحي لي دابا حاليا الوليد ما كياخذ لا دواء لا حتى شي حاجه؟ ما عطاكش الطبيب شي حاجه؟ لا عطاني واحد الفيتامين على شكل بحال الحلبه فيه اللوغو ديال الحلبه ولكن هو اصلا الادويه ما تيبغيش ما زعما تضاربوا باش يلا يديروا. نعم والو. نعم وخديجه الوليد خدا الرضاعه الطبيعيه؟ خدا الحليب ديالو؟ خدا 9 شهور. 9 شهور ما بقاش فيا الحليب كتبع ناويه زعما نكمل معاه ما بقى. وليت تنشكرك على هذا السؤال. انا افيكتيفمون حامله دابا وبغيت يعني هذا الشيء اللي طرا ليا في الابن ديالي الاولاني ما يطراش ليا في البلاد ديالي على حسب الرضاعه. ايوه ما تقاطعش لي الحليب اشنو خاصني ندير؟ واخا خديجه انت شحال من شهر دابا في الحماله ديالك؟ شحال؟ 4 موا. واخا 4 شهور. الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله والصحه ليك ولوليداتك. شكرا. نشكركم بزاف. العفو. شكرا لك خديجه. استاذ الحليمي الكثير من الامهات والاباء شنو كيوقع؟ لما كيكون الوليد ولا البنت كيرفض الماكله شنو كيلقاو؟ كيلقاو التلفازه الوقت اللي الوليد كيكون كيتفرج كيستجيب لهم وكياخذ الوجبه وكيكمل التبصيل ديالو. فشنو كيوقع الام ولا الاب؟ كيلقاو فيه استئناس كيقول لك هذا حل انا باش ياكل ساهل غنشعل ليه التلفازه وراه غادي ياكل وما كيعرفوش شنو العواقب اللي كتكون من بعد. استاذ الحليمي نعم هذا انا استسمح استاذ عفوا هذا سميتو اعتداء ماشي اكل صراحه ماشي اكل هذا. اذا كنا غنعيشوا هذه الحياه هذه فانا دائما متفائل ولكن لما يتعلق الامر بالاطفال نعم فاستسمح نحن بصدد تكوين جيل غير صحي. واسمح لي استاذ الحليمي شنو اللي كيخلي الوليد كيستجب الوقت اللي مثلا كتكون التلفازه شاعله؟ نعم. كياكل كياخذ الوجبه ما كيرفضهاش. نعم هو المساله بسيطه جدا هو انك وانت كتهضر في التليفون الا هضر معك شي واحد ما غتركزش معاه. نعم. حنا كنستغلوا ذاك عدم التركيز من اجل المنح لان من اجل المنح هذه الاشياء هذه. نعم. وانا نقول راه اللي عطيتو للطفل ديالكم مي يكون قدام التلفزيون غياخذو. حنا هذه الملكه هذه هذا الميول للطفل لان ربما الناس اللي ما كيشوفوش في هذه القنوات الاطفال استاذ عفاف هو ان شنو الفرق بين الصوره والفيديو؟ الصوره هي الصوره ثابته. نعم. الفيديو هو مجموعة من الصور كدوز في واحد الوقت اللي ما نقدروش نرصدوا صورة بصورة. كتعطينا فيديو. الطفل هذاك الحركة وهنا غادي نبدا بالعواقب المسألة الثانية. أولا الميولات الغذائية ديال الطفل نبعثر تماما الميولات الغذائية. فالطفل كيكون مركز كيكون عطيتي واحد الوجبة شافها بعينه. ما عجباتوش. إلا حطيتي حدا التلفازة وبديتي توكله كيبدا ياكلها. مديزاكتيفي اصلا الميكانيزم ديال المذاق الميكانيزم ديال الشهيه ولاحظوا انك تعطيوه 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 بدون اي حدود.
انا بالنسبه لي هذه ما غيقولش للوليد بركه ابدا ليست بظروف الوجبه استاذ عفاف ليست بظروف الوجبه ابدا انا بحال الوليد كيكون منوم كانه منوم يعني نعم هذا اصلا هو في الجانب العلمي استاذ عفاف راه هذا راه في حد ذاته ليبنوز لان معروف ان في ليبنوز في التنويم المغناطيسي وراه كاينه ضجه على هذا التنويم ان شاء الله نديروا حلقه خاصه على هذه المساله باش الناس يفهموا مسائل ما كاينش الجانب العلمي لا نستحي احنا من العلم من العلم فالطفل ما يمكنش شي واحد في العالم ينوم طفل علاش؟ لان الطفل يشتغل اصلا بالعقل الباطن ديالو مما كيكذبش مي كيقول الحقيقه مي كيكون فرحان كيغوت مي كيكون كيبكي كيغوت فهذا بحد ذاته الطفل يشتغل حسب الفطره ديالو فحنا نزعزع مسار الفطره بهذه التكنولوجيا اللي كاينه دابا المسألة الثانية وهذه مسألة واستسمح مسألة خطيرة جدا قلت أنا استسمح المستمعين الموضوع ديال الأطفال لا يجب أن نتساهل فيه فالعين ديالنا كترمش 16 مرة في الدقيقة نعم مع هذه التكنولوجيا الآن وهذه التجربة يلا درتها أنا البارح مع واحد الطفل تصور أستاذ عفاف 30 ثانية والعين ديال الطفل بقى ما رمشاتش أنا تخلعك صراحة انا هادشي هذا كيجيني منه الخوف علاش لان يعني كنخاف على اولاد البشريه كامله ماشي غير اولاد المغاربه فهاد القنوات الاطفال اللي تعرض الان 30 ثانيه الطفل ما رمش فالعين ديالنا كترمش 16 مره في الدقيقه الان دابا في العصر الحديث الناس كبار وكل شيء المعدل هو 6 ديال المرات في الدقيقه شنو كيوقع لنا كيوقع لنا العياء ديال العين كيوقع لنا ارتفاع ضغط العين كيوقع لنا ضغط العين ولاحظوا الان أطفال كلهم بالنظاظر كلهم بالنظارات باليونات فما بغيناش هاد الأطفال يكونوا بهذه الطريقة هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة الدماغ الطفل ينمي الدماغ ديالو بالحركة والأفكار ديالو بالحركة فأنت ملي كتحط الطفل أمام واحد القناة ديال الأطفال أو لا تعطيه التليفون باش يسكت لأنك جماعة مع الأخت ديالك الطفل جات عنده خالته أم بغات تهضر مع الأخت ديالها وتجمع معها الطفل بالدارجة مبرزتها هضروا على الواقع هذا هو واقع الطفل مبرزتها كتشد التليفون دير له واحد أغنية فيها 3 دقائق ولا 4 دقائق ديال واحد القناة ديال الأطفال وتعطيها للطفل الطفل ونساو هذا الطفل هذايا ويبداو يدوزوا له هذا فإذا كنتوا غتربيوا بهذه الطريقة هذه فيجب أننا نعيد النظر هذو ربما طابوهات اللي ما كيتحلوش احنا الحمد لله في ماد راديو تعودنا اننا نحلوا الطابوهات اذا كان هذا الطابو غادي يفيد المجتمع وغادي يفيد الاسره المغربيه وغادي يفيد الام والاب المغربي فبالنسبه لنا احنا لا يهمنا المصلحه ديال اي واحد بقدر ما كتهمنا المصلحه ديال المجتمع وديال الاطفال ديالنا وديال المجتمع ديالنا فالطفل انت حطو تعطيه ياكل ما يبغيش ياكل تبرونشيه مع التلفزيون دير له واحد الوساده في اليمين والوساده في اليسار والوساده ورا ظهره وتمشي بعض الامهات كينساو الاطفال ديالهم كينساوهم كاريمو ربما كدير الشغال حنا الله يحسن العون كاين ضغط ديال الامهات راه الجنه تحت اقدام الامهات ماشي غير هكاك نعترف انه كاين ضغط كاين مسؤوليه كاين بزاف الامور الاطفال كياخذوا واحد الحيز من الحياه ديالنا انت براسك طلعتي انسان واشتغلتي راه خديتي الحيز من الوقت ديال الاب والام ديالك فلماذا ما تعطيش الحيز ديال الوقت وربما اغلب الوقت للطفل ديالك فما نشوفوش حنايا راسنا وتكون عندنا أنانية بقدر ما نشوفوا الآباء ديالنا اللي ضحوا معنا قبل ما يكونوا نهضروا صراحة قبل ما يكونوا ليكوش وقبل ما يكونوا هاد الأشياء هادية وهاد الأشياء اللي ربما سهلت الحياة بقدر ما احنا مين سهلت الحياة ولينا كنعقدوها واحد المنظور آخر وللأسف هو أسوأ منظور فيما يخص التربية والنمو ديال الطفل فالطفل كياكل لك وما يبغيش ياكل لك واحد الوجبة وتبرونشيه مع التلفزيون كنقولوا له كيتبرونشا الطفل ما معناتها كيتبرونشا راه ديكونيكتي مع هذا العالم هذايا فبالنسبه لي انايا هذا لا يستحسن واي طفل في هاد المساله هذيا كيكون داز بواحد التجربه كيفاش نشوفوا فاطمه الطفل فهاد الشيء كيمشي بالتدريج وهاد الشيء هذايا علاش حنا ترنا هذا الموضوع لان الحياه كلها مشتركه وكيأثرنا على الجانب الاشتغال ديالنا كمختصين في التغذيه لان الاطفال لان ديما الطفل كيقول لك لا ما كياكليش ما كيبغيليش حنا بغينا نحلوا المشكل من الاصل وكنقول انا الامهات والاباء بغيتوا تربيوا وليداتكم الحمد لله محطوطه راه الاشاره ديالكم حلقات في ماد راديو وفي المواقع حلقات على
الطفل من الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية، الغذاء التكميلي، المسألة ديال الشهية، المسألة ديال النوم. وحنا اليوم في هذه المسألة باش تكون واحد الفكرة كيفاش نربيو الأطفال ديالنا إن شاء الله بإذن الله، وكنتمناو تكون ذرية صالحة. نعم. اسمح لي يا أستاذ الحليمي، خديجة الوليد عنده عامين ونص، 11 كيلو في الوزن ديالو تقريبا، عنده نقص بشحال؟ 2 كيلوغرام. نعم، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. نعم، الطفل في هذا الوزن، في هذا السن هذا، الوزن ديالو 13 كيلوغرام. 2 كيلوغرام ناقصه هي خدات، انا عرفت المسائل اللي خداتها، سي با لا بان ناخذ هذه المسائل الفاتحه الشهيه وهذه الاشياء هذه، لان ربما التشخيص ربما يكون فيه خطا. اما باش نعطيو للطفل هذه الاشياء ديال الحلبه وفاتح الشهيه وهذه المسائل هذه، اللي كيسد لنا الشهيه هو هذا التكنولوجيا وهذه الاشياء هذه. فإلا بغيتوا الاسر المغربيه، الاباء والامهات، الا بغيتوا تحلوا المشكل من الاصل، فاحنا كنحطوا امامكم واحد الاشياء اللي ربما احنا متجاهلينها او لا ما عارفينهاش اصلا، فباش هكا كل واحد يكون فكره ودرجه الوعي ديالو باش نربيو الاطفال ديالنا. لان عندنا الربح ان كل اسره تربي لنا واحد الطفل بشكل جيد. فالوزن ديال الطفل ناقص 2 كيلوغرام، كنظن انا الا كانت التحاليل الطبيه والامور ما كاينش مشكل عضوي ولا فيزيولوجي، فالطفل اكيد في النمو ديالو ممكن يرد هذا الوزن هذا. نعم. وغنطلبوا من خديجه على انها ترجع للحلقه ديال الرضاعه الطبيعيه اللي كانت مع الاستاذ الحليمي، كانوا مجموعه ديال الحلقات، فرجعي لهم خديجه ما عليك الا تمشي وتدخلي الموقع lalmulati.ma كتضغطي على صحه وكتلقاي مجموعة ديال الفيديوهات اللي كانت رفقة الأستاذ محمد الحليمي، وكنعطى مجموعة ديال النصائح بالنسبة لكل أمهات. وأنت ما شاء الله يعني الرغبة كاينة حاضرة، وقلتي أنا الوليد ديالك الأول وصلتي لتسع شهور والحليب ما بقاش، وأنت كنتي باغا تكملي يعني المدة كاملة اللي هي خاصة بالرضاعة الطبيعية، ودابا أنت حاملة في الحمل ديالك الثاني وعندك ربع شهور. فرجعي للحلقة ديال الرضاعة الطبيعية رفقة الأستاذ محمد الحليمي، وإن شاء الله غتستفدي من مجموعة ديال النصائح من خلال موقع lalmulati.ma. غادي نمشيو في مكالمة أخرى هاد المرة من بعد خديجة من السطات، نستقبلوا معنا ناخذوا أم الزبير على الخط من مدينة مراكش. أهلا وسهلا بك أم الزبير. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. كي دايره لاباس؟ كي داير الدكتور؟ الحمد لله. مرحبا بك. بارك الله فيك. هذا النهار تبارك الله، شنو نقول لك، نهار منور بكم. شكرا. منورك أم الزبير، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. بغيت نشكر الدكتور حليمي صراحة الله، هذا الموضوع اللي هضر عليه صراحة الله طلقها في النت مشكلة أنا صراحة الله، ومع ذلك ما تنيأسش. يعني كنقول واخا كنلقى صعوبات شويه، كي كنقولوا كنتحارب مع ولدي، عندي واحد الوليد وبنيه باقا صغيره عنده 6 سنين. اييه. وكيشوف الاصدقاء ديالو كي كنقولوا هو تيخرج تيلعب، صراحه الله ساكن في واحد المنطقه بعيده شويه على خارجه شويه على مراكش ب 8 كيلومتر، وفهمتي يعني تنخليه يخرج يلعب، تيقول لي امي عافاك بنت خرج، تنقول لي لا خرج تلعب، تيجي تيدخل عافاك اش عليا التلفازه نتفرج في الرسوم، تنقول لي لا دخل دوش. يعني كنحاول انني ندير ليه الوقت ديالو، تيقول التليفون لدرجه ان التليفون ما كنعطيهش ليه نهائيا. يعني بعد مرة تدوز 3 ايام 4 ايام عاد نقدر نعطيه واحد ربع ساعة، تنقول ليه ربع ساعة صافي، تقول لي عافاك راه زعما ربع ساعة راه ضيق تقادات، تنقول ليه لا صافي بارك عليك بدرك عويناتك، وتنبدا شوية تنزيدو الجامعي صلي باش تنهي، تقول لك علاش صاحبي عنده بلاي، علاش هادي، يعني تنلقاو راسنا في واحد مشكل صافي. زعما الله يجازيه بخير بعد على هذا الموضوع الدكتور، الله يجازيه بخير. العفو. ان شاء الله. شكرا لك، شكرا شاركتينا بالمكالمه ديالك ام الزبير، وفرحانين بزاف سمعنا صوتك اليوم. شكرا جزيلا. نعم. شكرا لك ام زبير تواصلتي معنا. فهي معاناه ديال الكثير من الامهات والاباء والحليمي، وغير باش الناس اول حاجه ما يعملوش الاسقاط، وثاني حاجه حنا راه ما كنتكلموش على يشوفوها كعقوبه للوليدات، فكل حاجه فيها نظام راه كتمشي مزيان. فهذا راه ما كيعنيش راه ما كايناش يعني قنوات اللي هي مفيده وفيها برامج تثقيفيه وفيها برامج اللي هي كتعطي معلومات للوليدات ديالنا، وبالعكس ومزيانه، وربما كاين فيها برامج استاذ الحليمي صراحه اللي حتى الاطفال الرضع ربما كيعطيوهم واحد مجموعه ديال الالوان واحد اللي كتنمي حتى الذكاء ديالهم. فغير باش ما نعملوش تعميم على كل شيء، لا الا كان كل شيء بنظام مثلا وعاملين واحد الوقت محدد مثلا في اليوم بالنسبه للوليد او للبنيته انه يشوف التلفازه، راه ما كاينش مشكل نهائيا، غير نختاروا مساله ديال اختيار وانتقاء. نعم. انتقاء سيد عفاف والذكاء. انا ما هضرتش على القنوات ديال الاطفال، المغاربه عرفوني علاش كنهضر بالضبط. نعم. انا متاكد بلي المغاربه عرفوني علاش كنهضر بالضبط. هذا لا يمنع ان الجوده ما كايناش، الجوده دائما كاينه،
ولكن الانتقاء يجب ان يكون الذكاء في الانتقاء، واخا مسؤوليه ديالنا، مسؤوليه الاباء، مسؤوليه ديال كلشي، مسؤوليه ديال الناس اللي عندهم هذه القنوات. ف ملي تكون واحد القناه تثقيفيه فبالعكس الطفل الى تحط في واحد الوقت محدد، واحد الوقت اللي هو طبيعي، واحد الوقت اللي هو محدد، كما مثلا كيمشي مثلا يدير قرايته واحد الوقت محدد، كيمشي يدير المسائل هكا، وقت عنده هو عارف واحد الوقيته غيمشي يشوف مثلا واحد رسوم متحركه اللي هي التربويه. فانا مع هاد الاشياء تكون تربويه، اما مع الاشياء اللي تكون استهلاكيه باش ندوزوا من موراها رسائل والناس كيعرفوا هاد المسائل، فانا لست مع هاد الاشياء هادي. اما الا كان هذا لا يمنع اننا نهضروا على ان كاينين بعض الناس اللي كيشتغلوا في هذا الاتجاه هذا. الاخت قالت كاينه صعوبات، فلنيل الجائزه شنو الفرق بين الغنيمه والجائزه؟ الجائزه كيكون عمل، نعم، شحال من الناس عندهم الغنائم خدموا عليها ما والو. الجائزه الوغ الطفل ملي غتشوف الجائزه ديالك واحد الطفل امامك هكايا مثلا اطفال، وهذه عاده كتوقع نهار العرس ديال الاطفال ديالنا، كتكون الام كتشوف مثلا ولدها ولا بنتها نهار عرسه، كتجلس في واحد القنيته وكتبقى تبكي، كتشوف شوف ولدي كبرتو وشوف فين وصل، وكتدوز ذاك الفيلم كامل ديال الحياه ديالو. فهذيك جائزه انك كونتي مراه، كونتي رجل، واليوم حطيتي في مجتمع، وهذه المراه والرجل صالح وغادي حتى هو يخدم المجتمع ديالو وغادي يعطينا ذريه صالحه. فبالنسبه لي انا هذه هي الجائزه، ولا وجود لجائزه بدون عمل وبدون صعوبات. الحاجه اللي تلقاو الجائزه سهله عرفوا العمل بلي كاين شي حاجه كما كنقولوا، الوغ الجائزه ضروري من الصعوبات. قالت انا كنتحارب مع الطفل، انا لا احبذ هذا المصطلح، حنا ما كنتحاربوش مع الاطفال. ولا دخلتوا في حرب مع الاطفال قولها لكم من دابا انتم خاسرين، انتم اللي غتخسروا فعلا. اكيد اي حرب مع الطفل، لان انت عندك عمل، عندك انشغالات، عندك بزاف الامور، وعندك الاطفال. نعم. الطفل ما عنده حتى شي واحد، عنده غير نتايا. شو كيف دارسك مزيان وعارف نقاط الضعف ديالك. فالاطفال الملكه ديالهم والذكاء ديالهم، نعم، دارسيننا وعارفين نقطه الضعف بالتمام والكمال. فعلا داكشي علاش دخلنا في حرب معاهم، ما نسميوهاش حرب، ما نسميوهاش هذا المصطلح، نسميوه معامله، نسميوه نقاش، نسميوه بزاف ديال الامور. اما الحرب ما ندخلوش ديما. الاطفال وقلتها في حلقات ماضيه بحال موجه، الا كانت واحد ليفا كيكونوا كبار، موجات كبار وموجه كبيره بحال السيرف، ما نمشيش ضد الموجه، نمشي معاها. هذاك اللي كيسيرفي كيمشي فوق الموجه وكيمشي مع الموجه، الا مشيتي ضد الموجه غتقلبك. هكا عاوتاني الاطفال ديالنا نمشيو معاهم، بغى يدير شي حاجه نمشي معاه، والنقاش ثم النقاش ثم النقاش. ربما الاطفال حنايا كنقولوا لا باقين اطفال، راهم مستعدين للنقاش وقابلين للنقاش، ونتعلم منهم اكثر مما يتعلمون منا. والاطفال كيرطبوا القلب وكيرطبوا المشاعر، وشحال من واحد كان اغريسيف مي دار وليداتو، شحال من واحد غادي بالسياره ديالو كان كيمشي ب 120 و130 ويخالف القانون مي دار الزوجه ودار وليداته، ولا كيمشي ب 80 90 ويمشي بسرعه. الاطفال كيربيونا، ولكن هاد التربيه حنا ربما ما كنعترفوش بها، خاصنا نعترفوا بها. نعم. وشوف سبحان الله استاذ الحليمي، يعني الانسان بعض المرات لا شعوريا بمجرد ما كتشوف مثلا، الا كنت واقف مثلا غير هكذا في الاشاره مثلا ديال الضوء الاحمر او لا، كتشوف اليد مثلا قاطع او لا شعوريا كتبتسم. سبحان الله كنلاحظ كثير من الناس لا شعوريا كتبتسم، كتلقى راسك ابتسمتي. كتشوف الام والطفل ديالها غادي ينقطع عن الطريق والضوء باقي شاعل الخضر، كيقول لا ماما ما تقطعش، انا حنا قرينا في المدرسه، هذو الاطفال اللي بغينا قرينا في المدرسه ما نقطعوش حتى يكون الدور الاحمر وكترجع الام. شكون اللي ربى هنايا؟ واش الطفل ربى الام ولا الام اللي ربات الطفل؟ نعم. هنا كنحطوا علامات استفهام، وهذا الشيء خصنا نردوا له البال. نعم. وكاين مساله اخرى ايضا استاذ الحليمي، علاش احنا دائما كنتقاسموا مع المستمعين الكرام اي حاجه. مساله كذلك استاذ الحليمي، غالبا ما كنشوفوا مثلا ذوك الرسوم ديال الاطفال لما كيكونوا في سلسله ديال الحلقات، راه بعض المرات ما كتجاوزش المده 10 ديال الدقائق حتى ال 20 دقيقه على الاكثر. ما فيها باس انا الا عطيت واحد النهار من وقتي وجلست مع الوليد ولا البنيته كنتفرج باش نعرف ولدي علاش مثلا هو مشدود لهذا النوع ديال الرسوم المتحركه، اش نلقى فيهم. وهكذا حتى انا من بعد في الانتقاء كتكون عندي فكره، انا ما عارفش الوليد ما كنتفرج معاه، ما عارفه شنو متابع، ما عارفه. والخطير استاذ الحليمي، شوف كاين امهات واباء اللي كيعطيو الجهاز ديال التحكم ولا التليكوموند للوليد ولا البنت في الايد ديالو، وهذا هو الخطير.
تماما. وهذه الاستاذه هذه المساله اللي شرتي لها استاذه عفاف مشكوره جدا، هذه مساله دقيقه جدا حطيتي المسألة على بيت القصيد. الطفل ملي كيكون كيتفرج عنده قدره استقباليه، حنا كنقولوا خاصنا نوازنوا بين القدره التعبيريه والقدره الاستقباليه. علاش ما نجيش انا مع الطفل ديالي ونتفرج معاه وننميلو القدره التعبيريه؟ مثلا كاينه واحد الحركه مثلا في التلفزيون واخداها كقدره استقباليه، نديرها انا وياه في وسط الدار قدام التلفازه، هنا كنكونوا امام تربيه. الا كانت قناه غتربينا فحنا نديروا هذه المساله. شي حنا ملي كنشدوا يدنا في يد الطفل ونجلسوا مثلا في حجري ولا نهزوا والحركات اللي دارت في التلفازه، هنا شنو كندير انايا؟ كيكون هو عنده قدره استقباليه كننمي فيها انا القدره التعبيريه، هذا رائع جدا. نعم. غادي نستقبلوا هذه المره عبد المولى معنا على الخط من العطاويه. اهلا وسهلا بك عبد المولى. عبد المولى مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام الله. معكم عبد المولى من العطاويه. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. لاباس الله يباس الساده. بلا اختي الساده بنسول الاستاذ الحليمي. ايه. نعم. عباك عندي انا واحد الولد في عمره 10 سنوات. ايه. دابا كيتفرج هاد القنوات ديال الرسوم المتحركه بزاف، كيتفرج لهم بزاف. وما عندوش تركيز في هادشي ديال القرايه، ناقص شويه في القرايه و... أيه. وكيقول شي معلومات كبيره عليه هو على السن ديالو، كيقول شي معلومات الدراري خوتو اكبر منه كيقراو في مستوى عالي اكبر منه، وكيقول لهم شي معلومات سبحان الله عادي دخلت العجب، وان القرايه عنده ناقص شويه سبحان الله عادي ما نعرفش علاش. نسول الدكتور عفا كيف يفيدني نشوف كيفاش كيفاش وقع هذا الولد. واخا نجاوبك. واخا عبد المولى شكرا لك تواصلتي معنا من العطاويه. الله عليكم كنشكركم على البرنامج. العفو شكرا لك. غادي نمشيو نستقبلوا مكالمه اخرى هاد المره من بعد عبد المولى من العطاويه، ناخذوا ايضا عبد الله من فاس ما نخليوش كيتسنى بزاف. مرحبا بك عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم، الله يرحم الوالدين. بغيت نهضر مع الاستاذ. مرحبا. واحد سميتو واخا خرج على الموضوع غير على القضيه ديال التغذيه الملوخيه للدراري الصغار. أيوة. الله يجازيك بخير. وقضيه اخرى عاوتاني انا خارج على الموضوع، يعني انا عارف الموضوع علاش، وان بصعوبه باش ديت البرنامج كنتصل ديما وما كاينش على القضيه ديال الكرموس. الله يجازيك بخير. مال الكرموس؟ القضيه ديال الكرموس اليابسه التخزين ديالها، لان كنبغيو نسميتو نخزنها ونعطيوها للاطفال والكبار، وهذا ما كتصبر لنا شيء بزاف، فتخرج هذاك البيوضيه وهذا، بغينا نوصلوا الطريقه الجيده اللي التخزين ديالو. هادو جوج الاسئله. الله يجازيك بخير. الله العفو. العفو هذا واجب عبد الله، شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه فاس. الله يجازيكم بخير. انا خارج على الموضوع ما لا اله الا الله. لا لا هو خاص مادام خاص بالاطفال الا وكيهمنا وفي الموضوع. شكرا لك عبد الله تواصلتي معنا من فاس. السلام عليكم. الله يجازيكم بخير. اذا نمشيو للسؤال استاذ الحليمي ديال عبد المولى من العطاويه. المساله ديال وليد عنده 10 سنين قال كيتفرج بزاف في الرسوم المتحركه وربما كيعطيها ساعات من الوقت ديالو، عنده قله ديال التركيز، وهنا غنربطوه بهذه المساله التركيز ديال الوليدات كيفاش كيتاثر. وهنا ايضا استاذ الحليمي واش ممكن الاستهلاك ديالهم بزاف المسائل اللي عندها علاقه بالتكنولوجيا وكنتكلموا عليها في الاتجاه السلبي، واش كتاثر ايضا في اخر السنه على النتائج الدراسيه؟ أكيد هو الأخ المولى عطانا سبب وعطانا نتيجة. نعم. السبب هو راه هضر عليه والنتيجة راه هضر عليها. فهنا غادي نحاول نتعمق في هذه المسألة ديال هاد القنوات الغير التربوية باش ما نعموش. وعلاقة بقلة التركيز. فاحنا التركيز شنو هو؟ ماشي غير التركيز، التركيز والتحليل والاستنتاج وكل شيء اللي كيحتاج الطفل. نعم. والتخزين ديال المعلومات. فاحنا وكنعيشوا في الحياه ديالنا، وهذا الشيء قلته انا وهذا المثال عطيته، قلت انا المثال ديال تصوير فيلم. فيلم كيتصور في ثلاثه السوايع، كيدخل المونتاج كيخرج فيه ساعه ونص. الطفل والنهار كامل عنده اشياء كيشدها من ضمن الاشياء اللي كيشدها في القسم اللي كيتسمى هذه المسائل هذه. انا الجسم الطفل كيجمع الدماغ ديالو كيجمع هذه المعلومات، ما نساوش باللي راه الدماغ ديال الطفل مازال كينمو، فوقاش كيسالي النمو ديال الدماغ. بزاف ديال الناس والعديد ديال الفلاسفه تحدوا على 20 سنه 30 سنه 35 سنه 25 سنه الدماغ يكتمل الى 40 سنه، وداك الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في سن ال 40 حتى اذا بلغ اشده هو بلغ 40 سنه. فالدماغ ينمو، والدماغ معروف ان في الحياه اليوميه ديالك الحجم ديالو كينقص الا ما كنتيش كتخدمه. الناس اللي كيشدوا تقاعد مثلا ما كيبقاوش يخدموا الدماغ ديالهم بعض الناس، فالدماغ ديالك كيصغر. باش ما يصغرش خاصك يكون نمو ويكون تحفيز.
فالتركيز عنده علاقه مباشره بواحد الناقل العصبي كيتسمى النورو ترانسميتور كيتسمى النور ادرينالين. فاحنا عندنا الغده الكظريه، وسط الغده الكظريه كتفرز الدوبامين، كيتفرز كيتفرز الادرينالين والنور ادرينالين. هادو هما بجوج. النور ادرينالين هو اللي كيدير المونتاج ديال المعلومات، كيعطي للطفل شنو تخزن شنو ما تخزنش، كيفلتري كيغربل داك المعلومات. فديك هاد الغربله ديال المعلومات ملي كنحطوا الطفل امام هاد القنوات، الطفل كيوقع له تهيج، كيوقع له مشكل في هاد النورو ترانسميتور، في هاد الناقل العصبي. شوف الطفل ملي كيكون حدا التلفازه راه بعض المرات كتحطو كينعس. علاش؟ لان كيكون عنده عياء ديال الدماغ، والدماغ الا درنا الالكترو اونسيفالوغرام ديال واحد الطفل كيتفرج في هاد القنوات غادي نشوفو بحال الا سايق طياره. علاش؟ لان عنده واحد التركيز عالي، وهذا التركيز لا ينفعه في شيء. داك الشيء علاش كيكون أنت. اما واحد المساله الله يعطيكم الخير، حتى شي واحد ما يجي عندنا للدار ويقول لنا الطفل هذا عنده التركيز ناقص، لان هاد السلوكات متاسفين كاينه في المجتمع ديالنا. يجيو بعض الامهات، لا بنتك عندها التركيز ناقص، لا ولدك التركيز عنده ناقص. التركيز ولا الذكاء، لا يوجد ذكاء عالمي، الذكاء يتحدد في الشخص في حد ذاته. شحال عندنا الانواع ديال الذكاء؟ 7 مليار ديال النوع ديال الذكاء. فكل طفل عنده ذكاء معين، وكل طفل يحترم، وكل طفل ذكي، وكل ما كنعبروش هذا الشيء بالاله الحاسبه ولا جدول الضرب ولا كونجيغيزون ولا هكا باش نقولوا الطفل هكا انه واش ذكي ولا ماشي ذكي. ماشي بهذا الشيء كيتعبر الذكاء. الذكاء كل طفل عنده ذكاء ديالو. وشوفوا هذا عادي. علاش؟ لان ملي كيكبروا كيولي الطفل كيولي الانسان بالغ، كل واحد كيمشي للتوجه ديالو. المجتمع محتاج لهذا التنوع، لان تصوركم كان كل شيء مثلا كيمشي لواحد المهنه، شكون اللي غيدير ذاك المهنه الاخرى؟ فهذا التنوع في الذكاء هو اللي عطانا ما يسمى بالمجتمع. السؤال الثاني ديال الاخ عبد الله من فاس. سول اول حاجه استاذ الحليمي على الملوخيه بالنسبه للاطفال الوليدات، واش ممكن يدخلوها في نظامهم الغذائي؟ نعم، إذا سمحتي الأستاذ عفاف، مادام هضرنا على مدينة فاس، الدورة اللي دازت كانت في شهر 8، كانوا ناس للأسف بقوا في لائحة الانتظار. داكشي علاش ارتأينا إن شاء الله، لأن بدينا احنا السنة الهجرية الجديدة غنبداو ببرنامج إن شاء الله، كل مرة غادي نعلنوا عليه إن شاء الله بإذن الله. كاينة برامج مكثفة فيما يخص لا 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 التنقلات والبرامج اللي غنديروا إن شاء الله بإذن الله. ففقط للتذكير، مدينة مكناس إن شاء الله في 15 أكتوبر غتكون الدورة ديال مدينة مكناس، وفي الرباط غتكون نهار 22 أكتوبر. ألوغ الناس اللي حضروا الدورات، ألوغ الناس اللي حضروا الدورة المقبلة 22 أكتوبر في نفس المكان، والناس اللي بقوا في لائحة الانتظار 22 أكتوبر في مدينة الرباط، و15 أكتوبر في مدينة مكناس. غير فقط للإشارة، كاين الناس كيتصلوا حتى لآخر لحظة، ألوغ داكشي علاش كيبقاو في لائحة الانتظار. ألوغ من أحسن الناس، ألوغ كاين المنسق الأستاذ عثمان، الإخوان كيعرفوه، الهاتف ديالو راه كاين في الموقع. علاش؟ فقط باش نقدروا نوصلوا للناس. ولا الدورة ديال الرباط غتكون خاصة بالطفل وكل الحيثيات اللي كتتعلق بالطفل. ملي كنقولوا الطفل ماشي ضروري يكون عندك طفل، فغدا ولا بعد غدا غيكون عندك طفل، أنت كتعيش مع طفل، انت كنتي طفل. الوغ الطفل ملي كنقولوا الطفل كنقولوا الموضوع يهم الكل. اذا نعاود نذكر، مكناس في 15 اكتوبر، وفي الرباط 22 اكتوبر. الاخ عبد الله من فاس هضر على الملوخيه. الملوخيه كنشوفوا عندها ذاك لاسبي اللي هو هلامي، ذاك الطابع هلامي، هذاك رائع جدا. علاش؟ لان ذاك الطابع الهلامي تقريبا بحالو كاينين في الامعاء. شوفوا الناس في العيد الكبير ملي كيكونوا كيخرج له الامعاء، الناس اللي كيستهلكوا الامعاء ديال الخروف، كتلقى واحد الطابع هلامي. فكذلك كاين في الملوخيه، الملوخيه هو غذاء الجهاز الهضمي كامل. فيه واحد ليفي استخانجونس كيدير ضماده للجهاز الهضمي كامل. وعاد اتحدث على الملوخيه بلديه، ملوخيه بلديه الحمد لله المغرب كاينه ملوخيه بلديه، نواحي الريصاني، نواحي الراشيديه، نواحي ارفود. الوغ هنا البلديه غالبا كتكون صغيوره، فيها واحد اللون غوز. الوغ غير انتم ما تخليوه بالدارجه، ما تخليوهاش حتى تشرفها تقطعوها، لان مي كتزيد العمر ديالها كتولي قاصحه وما كطيبش مزيان وما كتصلحش للاكل. نخليوها ديك الزريعه ديالها نشفوها مزيان وممكن نزرعوها. على ذكر هذه المساله ديال نشفوها مزيان، غادي ندوز مباشره للسؤال ديال الاخ على الكرموس. اييه. فالكرموس هو غذاء النبات الوحيد اللي تسمت به صوره في القران الكريم، التين. الله سبحانه وتعالى عرف الاهميه ديالو، خلاه هنا مجفف. ولكن هذا التين هذا باش
يتم الحفظ ديالو. الحفظ ديالو بسيط جدا، هو انه يجب ان يجفف بطريقه جيده وكامله. يعني معنات انك انت الا بغيتي مثلا الكرموس يدوز لك مده وما تزيدش فيه الكبريت، وكنقول انا الناس ردوا البال كرموس الله يتوب عليكم، انا كنقول هذه المساله هذه المساله ديال الكرموس ردوا لها البال. كاين الناس اللي كيزيدوا مواد حافظه من هالكبريت من هالزف ديال الامور. الكرموس شنو السر ديالو؟ اننا نحطوه ينشف مزيان ويحبذ، بحال مثلا الناس اللي كيديو مثلا المناطق الساحليه، فالمناطق الساحليه ما كيكونش واحد التجفيف جيد. يعني مثلا الانسان الا كان مثلا ساكن في وزان، ولا مثلا ساكن في مولاي ادريس الزرهون، ولا ساكن هادو مناطق مثلا تركيست، ولا مثلا غفساي، ولا هادو مناطق اللي معروفه في الكرموس في المغرب، نجفوها تما وعاد نديوها للمناطق الاخرى. اما الا تجفات واحد منطقه رطبه فكيبقى نسبه الماء واحد كنسميوه حنا الادبل في لاكتيفيتي ديال الماء، نشاط الماء كيبقى زايد شي شويه وما كيكونش تجفيف. من بعد كيتكونوا هذاك استسميح هذوك الدويدات اللي كيكونوا وسط منها، كيتكونوا بزاف ديال الامور. حتى واحد البقع بيضاء كتكون واحد ليطاش بيضين، اي كيتكون هذا راجع لجوده التجفيف. نعم نعم. اذا هذه احسن طريقه استاذ الحليمي اللي انت قلتي، المناطق الساحليه راه ما كيبش في هذاك الكرموس مزيان، وبالتالي ما غاديش يتخزن لنا وغيصبر واحد مده طويله اللي غادي نبغيو نستهلكوه ونعطيوه للوليدات ديالنا وحنا مطمئنين. غادي نشكرك بزاف استاذ محمد الحليمي اخصائي في الصحية والحمية العلاجية، وكان الموضوع ديالنا اليوم. كنتمنى ان شاء الله كل الامهات والاباء يكونوا استفدوا معنا. واخر نصيحة منك بها غادي نختموا اللقاء، شنو غتكون النصيحة اللي غنقول للامهات؟ انه يكون الحكمة في التربية ديال وليداتنا والذكاء في التربية ديال وليداتنا. استسمح، ما نفرحوش بزاف هاد التكنولوجيا، يكون الاستهلاك. ومي كنقولوا الاطفال نتمنى حتى الاباء يكونوا خدوا درس، لان ما يعني الاطفال يعني الاباء. اذا هذا الشيء هذا علاش كنقولوا حنا في هذه العواشر تكون عواشر مبروكه ان شاء الله باذن الله. نفكروا حتى مين بغيو نشريو الالعاب لوليداتنا، ربما كاين بعد الثقافه ديال شراء هذه الالعاب، وهذه ما تكونش هذا الجانب الالكتروني بزاف. نخليو الاطفال يلعبوا بالجسد ديالهم، وهذا الشيء كامل يتحكم في الميولات الغذائيه. ولا قلنا هذا الشيء هذا حبا في الاطفال ديال البشريه والاطفال المسلمين والاطفال ديال العالم كاملين مهما كانت الديانه ديالهم، فالاطفال كيبقاو اطفال وكنبغيوهم وكنحبوهم. داك الشيء علاش حاولنا ندرجوا هذا الموضوع هذا. ولا تنسوا ان من الحكمه نعرفوا كيفاش نربي وليداتنا، ومن الذكاء نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه التكنولوجيا. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. وسنه هجريه سعيده كنتمناها للمغاربه والمغربيات وكل المسلمين. نعم. وليك استاذ الحليمي، وكنتمناوك دائما بالف صحه وسلامه ان شاء الله. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم في برنامجكم صحه وسلامه، وغدا ان شاء الله غادي يجمعنا معكم موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم راه الميكروفون. شكرا لسعيد عقال رفقتني في الاخراج، وسامحه الشوبي مشكوره في استقبال مكالماتكم. ومره اخرى كل عام وانتم بالف صحه وسلامه وبالف الف خير. الى اللقاء.